لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. السلام عليكم. البداية من صحيفة طريق الشعب، ونقرأ منها الافتتاحية بعنوان فلوس الشعب وين تروح، حيث بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال يوم واحد نحو 226 مليون دولار، وبحسب ما أعلن فإن معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات وبواقع 209 ملايين، فيما ذهبت البقية وهي ما يقارب من 17 مليونا على شكل مبيعات نقدية. فأين أموال الشعب؟ أين تذهب؟ قد غطى البنك المركزي تلك المبيعات بسعر صرف بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير للحوالات الخارجية، وبسعر الصرف ذاته في المبيعات النقدية. ويجري الحديث دائما عن أن الحوالات الخارجية هي لتغطية الاستيراد. وفي هذا الشأن يقول خبير اقتصادي إن قيمة السلع المستوردة للقطاع الخاص العراقي من خلال المنافذ الرسمية والمؤشرة في الهيئة العامة الجمارك لم تزد عن 16 مليارا و600 مليون دولار في عام 2022. فمن يجيبنا عن السؤال الحارق، أين تذهب دولارات المزاد العلني للبنك المركزي العراقي؟ قد يجيبنا مواطن ساخراً، خلي ياكلون من فلوس خالهم. لكن السؤال يبقى يطرح وإن بصيغة مختلفة، إلى متى يستمر هذا النزف والهدر والتهريب والسرقة المقننة في مزاد العملة؟ وتحت عنوان مجالس المحافظات الفاشلة، كتب يعقوب يوسف جبر مقالاً يقول فيه: كنا نتصور أن مجالس المحافظات ستساهم إلى حد كبير في النهوض بواقع المحافظات الخدمي والعمراني والإداري، لكن ثبت لنا العكس، فلقد تحولت إلى وسائل لتمويل الأحزاب السياسية والمتاجرة بمشاريع الإعمار والبناء، فأنجزت مشاريع ذات جودة منخفضة رغم التخصيصات المالية الهائلة التي رصدت لها من موازنات الدولة العامة. يبدو أن غاية الأحزاب السياسية من تشكيل مجالس المحافظات والانخراط فيها هو لهدر المال العام واستغلاله لمنفعة أتباعها، وهذه مصادرة واضحة للمصلحة العليا التي تمس حياة المواطنين ومستلزمات معيشتهم ورفاهيتهم. هذه المجالس لم تلتزم بمواد وأحكام قانون المحافظات حرفياً رقم 21 لعام 2008، خاصة الفقرة رابعاً من المادة السابعة التي جاء فيها رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية، وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة. إن أداء هذه المجالس كان متدنياً رغم موازناتها الخاصة المخصصة لها، مما شكل عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة برمتها. هل هناك مبرر قانوني لإعادة تجربة هذه المجالس ما دامت كل الأدلة تشير إلى فشلها؟ ولقد لمسنا قبل كل دورة انتخابية لمجالس المحافظات كيف يروج المرشحون الجدد لأنفسهم بأنهم سيتولون التغيير الجذري منتقدين من سبقهم، وفي الواقع إن الوعود التي أطلقوها بقيت مجرد كلمات مفرغة من المحتوى، الغاية منها خداع الرأي العام. هذه هي مجالس المحافظات، فلماذا تراهن مجالس النواب والحكومة على جدواها؟ عن المحاصصة في العراق والسياسة التدميرية للعملية السياسية، كتب همام شريف مقالاً بصحيفة صوت العراق، جاء فيه: تكون دائما المخاطر معروفة في العراق والمخارج مجهولة، لا قانون يسري فيه غير القانون العشائري والميليشياوي. إذا أردت أن تخفي الحقيقة فشكل لجنة للتحقيق بأمر ما، والنتائج ستكون مبهمة لا محال. يضيف الكاتب: بعد سرقة ثروات البلد وقتل أبنائه من دون خوف لا من الله ولا من الضمير ولا منظمات حقوق الإنسان، وفي كل مرة تشكل لجان التحقيق
لم تقدم أي نتائج تذكر، ولن تكشف تلك اللجان عن المذنبين الحقيقيين لمحاسبتهم حتى تاريخ يومنا هذا. وسبب كون أغلبية هذه اللجان تشكلت من شخوص هم جزء من كعكة المحاصصة. يقول الكاتب أيضا: أود أن أوضح العملية السياسية في العراق المبنية على المحاصصة هي وراء كل المشاكل والمآسي التي حلت في العراق بعد الغزو الأمريكي. الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق في العراق ما بعد 2003 ما هو إلا فساد آخر وعملية كسب وقت وإسكات للرأي العام المحلي والدولي. لنأخذ نماذج عن الأحداث التي حدثت في العراق، خصوصاً ملفات سابقة مثل سقوط الموصل ومجزرة سارية ومصعب بن عمير في ديالى وصفقة السلاح الأوكراني الفاسد وصفقة الخوذ والسترات الواقية وأجهزة كشف المتفجرات وغيرها المئات من الملفات التي أغلقت وجمد القضاء والادعاء العام في العراق جميع المطالبات بالتحقيق فيها دون معرفة أسبابها ولا تحديد هوية المتسببين فيها. فمثلاً السيد السوداني يعد أحد ملوك السيناريوهات المضحكة في البلد، فقد وعد بتخفيض الدولار أمام الدينار العراقي لكي ينعش الدينار والاقتصاد العراقي، إلا أن النتيجة حتى الآن عكسية، فقد وصل سعر الصرف في السوق إلى 170,000 ثم استقر في محطة 160,000، في حين كان سعر الصرف حين استلم السوداني الرئاسة 145,000. فهل سيشكل لجنة للتحقيق بأمر الصرف أمام الدولار؟ ومن أخطر السيناريوهات حين صرح عن السيطرة على السلاح المنفلت وإلى الآن لم يحرك ساكناً كالسابقين من خلفه. نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحليلاً للخبير في مجموعة الأزمات الدولية طارق باقوني تحدث فيه عن عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة. وقال باقوني في التحليل المطول إن حركة حماس وجهت ضربة قاضية لحلم إسرائيل بأن بإمكانها أن تستمر في احتلالها وفي حصارها إلى الأبد. يضيف الكاتب: ما من شك في أن الدمار الهائل الذي حل بقطاع غزة والخسارة المروعة في الأرواح شكلا ضربة مؤلمة للفلسطينيين تذكر بما جرى لهم في نكبة 1948، ولكن في نفس الوقت تبدد الوهم بأن القضية الفلسطينية يمكن أن تركن جانبا بينما يستمر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي قائما، وها قد عادت فلسطين لتتصدر الأجندة العالمية مع الاعتراف المتنامي بأن قضيتها لابد أن تعالج. من منظور عسكري استراتيجي بحت وسوى استخدام القوة، كان الخيار الوحيد المتاح أمام حماس ما قبل الهجوم هو البقاء مقيدة ضمن إطار الحصار، بينما يوسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، ويسعى السياسيون الإسرائيليون إلى تقويض الوضع القائم في مجمع الحرم الشريف جبل الهيكل في القدس، وتنال إسرائيل مكافأة إعفاء مواطنيها من تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة، وتحظى بإبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع مع دول الإقليم. ضمن هذا المناخ كانت الخيارات المتاحة أمام حماس الإذعان للفرضية المستمرة بأن الفلسطينيين قد هزموا وبأنه تحتم عليهم أن يبقوا محصورين ومخنوقين داخل البانتوستانات الطرود الأرضية المقطعة والمتباعدة والمشابهة تماماً لما كان سائداً أيام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من مواطن تحمل نفس ذلك الاسم، أجبر على الإقامة فيها كثير من السكان السود المحرومين من حقوقهم. غدا الخيار كما رأت حماس واحداً من اثنين: إما الموت البطيء كما يعبر عنه كثير من الغزيين، أو الإخلال بالمعادلة بأسرها. ونبقى مع مجلة فورين بوليسي الأمريكية وتحليل الخبير في مجموعة الأزمات الدولية طارق باقوني تحدث فيه عن عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي وخيارات حماس. وقال باقوني إنه في غياب أي فرص دبلوماسية حقيقية أمام حماس كانت خياراتها تراوح ما بين الخنق البطيء كسلطة تناط بها مهمة حكم قطاع غزة،
بينما تصبح إسرائيل مندمجة مع الأنظمة العربية التي تخلت بمجملها عن القضية الفلسطينية أو توجيه ضربة حاسمة قد تفضي إلى الإخلال جوهرياً بفرضية أن الفلسطينيين قد هزموا وأذعنوا وأنه بات بإمكان إسرائيل المضي قدماً في نظامها القائم على الفصل العنصري دون أن يكلفها ذلك شيئاً. يضيف الكاتب أيضاً كون حماس ذهبت إلى الخيار الثاني يعني أنها تتصرف بشكل استراتيجي وأنها لا تزال ملتزمة بالاعتقاد بأنها تمارس لعبة طويلة المدى. حتى فيما لو تعرض جناح حماس العسكري بأسره للتدمير أو الطرد، تكون الحركة قد حققت نصراً من حيث الكشف عن ضعف ووهن الجيش الإسرائيلي، وهو ما يمكن أن يستغل في المستقبل إذا ما أعيد بناء حماس من جديد، أو فيما لو نشأ تشكيل عسكري جديد آخر لديه نفس الالتزام بالمقاومة المسلحة سبيلاً للتحرير. وحتى مع الخسائر المروعة في أرواح المدنيين في غزة، تكون حماس قد عطلت ليس فقط بنية احتوائها، وإنما كل الفكرة التي تقوم على فرضية أن بالإمكان حبس الفلسطينيين في بانتوستانات ونسيانهم دون أن يكلف ذلك الإسرائيليين شيئاً. وهذا التعطيل له أبعاد وجودية بالنسبة لإسرائيل، إذ يعتقد الكيان بدعم من حلفائه الغربيين أن الطريقة الوحيدة للنجاة بعد هذه الضربة هي سحق حماس والقضاء عليها قضاءً مبرماً. لسوف تفشل إسرائيل وهي تخفق حالياً في تحقيق تلك الغاية، وبغض النظر عما ستفضي إليه المعارك التي تشن على حماس حالياً في غزة، فإن بإمكان الحركة أن تزعم الآن بأنها خرجت منتصرة على المدى الطويل، لأنها حطمت بشكل لا رجعة فيه ذلك الإحساس الزائف بالأمن الذي أحاط الإسرائيليون نفسهم به، وذلك على الرغم من جميع المحاولات لتصوير إسرائيل على أنها لا تهزم وعلى أنها حصينة لا قبل لأحد باختراقها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. توصل فريق من أطباء الأعصاب من جامعة بادوا الإيطالية بالاشتراك مع فريق علمي من جامعة باريس ستيه في فرنسا إلى أدلة تؤكد أن التطور العقلي للأجنة يتأثر باللغة التي تتحدث بها الأمهات خلال فترة الحمل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على صور التخطيط الكهربائي للمخ لمجموعة من حديثي الولادة،
وأكدت دراسات سابقة أن الأجنة يمكنها بعد 7 أشهر من الحمل سماع أصوات الأمهات وأصوات أخرى. وشارك في هذه الدراسة 33 من الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة من فرنسا. تضمنت التجربة عمل رسم لكهرباء المخ لدى الأطفال مع تعويضهم للتسجيلات صوتية تتضمن قراءة قصص أطفال تسبقها وتعقبها فترات من الصمت. وأيضا رصد الباحثون زيادة النشاط العقلي لدى هؤلاء الأطفال حديثي الولادة عند تعريضهم لتسجيلات صوتية باللغة الفرنسية، وهو ما يظهر أن الأطفال استطاعوا التعرف على الخواص اللغوية للغة الأصلية التي تتحدث بها أمهاتهم. يرى الباحثون أن هذه التجربة تظهر أن عقل الطفل حديث الولادة يتأثر بشكل خاص باللغة التي تتحدث بها الأم في فترة الحمل، وفي هذه الحالة خلال التجربة باللغة الفرنسية. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Since mid-October 2023, WHO has been monitoring data from Chinese surveillance systems that have been showing an increase in respiratory illness in children in northern China. And at a press conference on 13 November, China's National Health Commission reported on a nationwide increase in the incidence of this respiratory disease, predominantly affecting children. Now, this was follow-up on 22 November, WHO identified media and ProMed reports about the clusters of this undiagnosed pneumonia in children's hospitals in Beijing. نلقاكم بإذن الله.